حنضل بالملف الاجتماعي، ولكن هلا حنخصصه شوي للاطفال. حنحكي عن موضوع التشتت يلي عم نشوفه وعم نلاحظه عند اطفال كثير، اولادنا اولاد جيران قرايبنا. بتحسي الطفل ما انه مركز معك. هلا اخصائيين قالوا انه الالعاب الالكترونيه كانت هي السبب، اخصائيين ثاني قالوا انه معدل الذكاء بيختلف من طفل لطفل وهذا الشيء كمان هو سبب. اليوم قد ايه مهم التركيز بحياه الطفل، قد ايه مهم انه يحفظ له ذاكرته والمعلومات المخزنه داخل الذاكره. وقت بيكون الطفل متشتت عنده هاي القصه فهو بيضيع، يعني قد ما كان مركز بالمعلومات حيضيع منه اكيد شيء كثير. كرمال نحكي عن هي القصه حيكون معنا رنا دي. بدي لك يسعد لي صباحك يا رنا، كيفك لليوم؟ حضرتك استشاريه اجتماعيه. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. كيفك؟ حلو البرد اليوم. البرد احنا هو عم تقول لها الصيف يعني الصيف طبعا انا الشتاء احنا من امصار الصيف عذرا محبين الشتاء. رندا يعني عم نحكي عن موضوع كثير مهم وعم نشوفه هلا كثير شائع عند الاطفال الصغار، تشتت الانتباه واحيانا يترافق مع عدم التواصل او تشتت التواصل ايضا او اضطراب تواصل. اضطراب هذا تواصل. المصطلح اللي نحن بنسميه، خبريني اول شيء عن هذا المصطلح وتاثيراته ايضا على الطفل. هلا نحن كثير بنشوف مثل ما حكينا بالعنوان الرئيسي لوجودنا اليوم انه هي ظاهره صايره، فمو بس حتى عم نشوفها عند الاطفال، حتى عم نشوفها بفترات المراهقه كمان. صحيح. ولكن هي الا لما بيكون الموضوع مرتبط بتشتت الانتباه فهو بيكون او مترافق مع فرط الحركه، فنحن بنشوفه بمراحل كثير مبكره، خصوصي فرط الحركه بيكون من المراحل الجنينيه بيكون هذا الشيء واضح. طبعا مثل ما ذكرتوا بالمقدمه بيكون في اختلافات، احيانا بيكون مجرد تشتت بسيط واحيانا ممكن يكون مترافق مع اضطرابات ثانيه، احيانا ممكن يكون في اضطرابات نفسيه تعطي مؤشر من الاعراض تبعها هو تشتت الانتباه، ولكن ما بيكون هو العرض الاساسي، بيكون هو جزء من مشكله. نحن هون الاختلافات اللي بتكون موجودة، هون نحن دائما بتجي الشكوى من الأم إنه ما عم بيركز بدرسه، لأنه يعني نحن كثقافتنا بيروح دائما تركيزنا على التحصيل العلمي لكون نحن كأم بدها تضمن مستقبل ابنها، فهي بيروح قد عم بحصل تعليميات فهو بترجع بتقلي مثلا ما عم بيتذكر، عم بينسى معلوماته، ما بيركز، بيسترجع المعلومات بشكل جزئي. فهون نحن هذا بيكون العرض الظاهر، فترجعي للمواضيع للاصل بتلاقي في تشتت انتباه عنده. كيف يعني تشتت انتباه؟ نحن دائما عمليات التعلم عنا بتكون ناتجه عن استقبال المسيرات الخارجيه او من الداخليه من حواسنا. فلما انا بتكون هذا الحواس كلها عم بتفوت هاي المعلومات للدماغ، ما عم تترافق بترابطات معينة، فهي ما بتضل موجودة بالدماغ وتصير مثل ما بيقولوا مصطلح بتفوت من هون بتطلع من هون. فهو تماما بتجي الأم بهي إنه أنا ابني بتفوت المعلومة من هون بتطلع من هون، فهي تماما لأنه الأساس في خطأ أساسي بجذب الانتباه من المسيرات. بعد ما تنجذب كيف يحتفظ فيها؟ بيطلع بقى بيترافق مع ضعف بالتركيز، ضعف بالذاكره، ضعف حتى بصير بالادراك، بعدين بصير في تاخر كثير واضح بالمهارات، لحتى ممكن نوصل اذا كان بعمر مبكر ما داركته الام لحتى يوصل لمثل ما ذكرتي اضطراب بالتواصل، او يصير نحن بتجيني شكوى انه ابني معه توحد. هو ما بيكون توحد ولكن هو اساسا انتباهه او تواصله البصري بالحد الادنى حتى اقل من من الحد العتبه الاساسيه اللي بتكون موجوده، فبتظهر مشاكل ثانيه نحن بغينا عنها لو كنا متداركينها بمراحل عمريه مبكره قبل ما نفوت بموضوع الدرس او بموضوع العلاقات الاجتماعيه اللي هي اكبر من الاب والام. تمام. هلا دائما رندا بيقولوا انه حفظ المعلومه كتابي كثير مهم ليقدر الطالب يركز على المعلومه، انه مفروض انه يحفظها كتابي، يرجع يعيدها كذا مره، انه عن طريق الكتابه بتتخزن بالذاكره بشكل اكثر يعني. وكثير عم نشوف اليوم المعلمين عم ينصحوا بهي القصه، يعني هذا الشيء بدل انه حتى اليوم الانسات الاساتذه منتبهين لهي الفكره انه الطالب ما نوع عم يقدر يركز بشكل صح. اليوم انا ابني كيف انا بقدر اقول انه متشتت؟ بس بموضوع الدراسه؟ أو أكيد في شيء ثاني، أعراض ثانية حترافق تصرفاته، حترافق ميوله، هيخليني أعرف إنه اليوم ابني بحالة تشتت.
هلا دائما نحن بتشوفي الطفل ما بينهي مهامه، يعني بيكون عم مثلا ممكن عم بيلعب بلعبه ففجأة تركها بنصها قبل ما ينهيها أو قبل حتى ما يستمتع فيها، وقال لك مليت رح على لعبة تانية، أو كان مثلا عم بياكل فجأة انتقل لشيء تاني. هذا بالأعمار المبكرة قبل ما نفوت بموضوع الدرس. دائما أنا هاي المشاكل بتلاقي في مشكلة حتى بنومه، بتلاقي في مشكلة حتى بأكله، حتى بحركته، هي كلها مؤشرات. نحن دائما نسأل الأم أنت شو اللي زعجك؟ هلا بتلاقي في جزء كتير مهم خصوصي لما بيكون ضعف الانتباه مرتبط مع فرط الحركة، بتلاقي في أشياء وراثية، يعني أو بيكون الأب هيك أو بتكون حدا من الأعمام الأخوال، فبتلاقي هن كجو أسري متعودين على هاي الحركة، فيمكن ما تشكل لهم مشكلة. فبتظهر المشكلة وقت الدراسة، وقت ما بيحصل الطفل باختلاف الزمن بين الأب كيف كان التعليم وكيف كان المسيرات الخارجية اللي عم بتشتته، وبين هلأ طبيعة التغذية كلها هلأ فرقت بين جيل لجيل. فالمشكلة اللي كانت نفسها من مثلا من 10 سنين ما لها بهالأزمة مثل ما بتقولنا عايشة الطفل هلأ موجودة عنده. فهي الاختلافات بين الزمن بتكون هلأ بلشت فعلا صارت مشكلة حقيقية، وصارت عن جد عم تتشكل أزمة بالبيت، أنه أنا عندي طفل حركته زايدة بيخرب، ممكن يأذي حاله ما ينتبه، دائما بيكون في مندفع بتقلي له ليه هيك عملت، او مثلا ليه كسرتها، او ليه محملت هي، او ليه، فبتلاقي جوابه انه بيصفن انه ما انتبهت، او انا اسف، انه هو في علاقه بين تماما النشاط اكيد والاندفاعيه تماما، هو بيكونوا مترافقين، قلت لك الاساسي هنا بيكونوا مترابطين مع بعض، ولكن يوجد ضعف انتباه بدون ما يكون في حركه، ولكن ما في حركه لما يكون فيها ضعف انتباه. ريندا، يمكن اكثر سؤال بيسالوكم الاهالي انه كيف فينا نحل هي الظاهره، او هل هن بحاجه لاخصائي فعلا او لمركز مثل ما عم نشوفها في كثير مراكز لتقويم النطق واضطرابات التواصل وتشتت الانتباه، شو بتنصح الاهالي ولا حسب الحاله؟ ممكن اذا كان الاهل قدرانين يحلوها ممكن انه تنحل معهم، ولا لازم يكون في اخصائيين؟ هلا في درجات مثل اي مشكله، في درجات لها ممكن تكون بروتين معين تنحل وطبيعه غذاء معينه، وممكن يكون بدها تدخل دوائي. طبعا اذا بتلاقي حتى هن الاطفال اللي عندهم حركه زايده بحبوا الحلو، حتى بتلاقي بياكلوا تفاح كثير، بندوره، ليه صحيح الكاتشب، لانه هن التفاح كثير، يعني هو حتى الفلفله مثلا التفاح والبندوره هن الاشياء الاساسيه اللي نحن بنمنعها عن الطفل اللي عنده حركه زايده. هلا اذا كان بس لو مثلا ضعف انتباه بسيط، انا اول شيء بنسحبه هو التاب التلفزيون مثلا بعمر السنه، بتلاقيها للطعمي كأم اخذه عاده انه للطعمي ابنها بتشغل له التي في، بتقول لك حط له برنامج تعليمي وعم بالطعميه مثلا، فهو مشغل كل حواسه بحجم اضاءه ومسيرات خارجيه من صوت وسرعه، بتعرفي قد تكون سرعه البرنامج اللي عم بيشاهده، كم لقطه عم بيلحقه بالثانيه، هو دماغه ما بيكون لسه عم بيترجم، فهون تنشا مشكله ضعف الانتباه اللي انا بتوصلني للتوحد. فنحن دائما انه ممكن يكون في تدخل دوائي اذا كان الموضوع مشكله اساسيه بالجسم عضويه، وممكن يكون شويه تغيير بروتين الحياه، شويه غذاء، في المراكز اللي ذكرتيهم بيكون بيعملوا جلسات ثابته للانتباه والتركيز، بتساعد كثير الطفل، وفعلا هي لها منتج كثير رائع ليقدر يقعد وراء ورقه وقلم ودراسه مثل ما ذكرت، يكون شيء كتابي. نعم. رندا، عم نحكي هلا هيك سؤال كثير حابه انا اسالك اياه، الطفل فطريا في طفل غبي وطفل ذكي؟ هلا هذا يعني موضوع تدريب بالنهايه، يعني انه انت شلون بتدربي ابنك، بتقوي له ادراكه ومهاراته ونشاطاته، بتقدري تتجاوزي مراحل كثير، او بالفطره يعني عن جد في حدا غبي حدا ذكي؟ هلا شوفي، لاقول لك انا كثير بيجوا مثلا بقول لهم طفلهم ما في شيء، بس كثير ما بيغنجوه بدللوه، بقول لهم انتم بتعملوا ابنكم طفل احتياج او عنده مشكله او بتخففوا له درجه ذكائه. دائما في كثير هلا نظريات وكثير دراسات
صحيح في ذكاء وراثي، ولكن كمان في ذكاءات وفي مهارات معينة أنا يا بطورها بالطفل يا أما لا. شو يعني ذكاء؟ هو مترابط بمهارة التفكير، كيف أنا إذا وقعت بمشكلة أقدر استفاد من اللي موجود حوالي بأضعف الإمكانيات لإني أطلع من هاي المشكلة. نعم. إن شاء الله لو تكون المشكلة على صعيد إنه أنا شو بدي أكل هلأ. صحيح. فهون تجي الاختلافات، لما أنا يا ترى كأم تركت مجال لابني لحتى ياخذ هاي المساحة ويفكر ويبتكر حل ولا لا؟ نعم ليندا، يعني كثير من المعلومات المهمة قدمتي لنا اياها، واكيد يمكن التحذير الدائم هو ابتعاد عن كل ما يشتت انتباه الاطفال من الكترونيات وموبايل وانترنت، والتركيز على العاب والتواصل المباشر بين الاهل والاطفال. تماما. نتشكرك كثير يا ليندا، وان شاء الله بنحكي بمواضيع ثانيه بتهم كل الاهالي بالحلقات القادمه. شكرا كثير، شكرا لصباحك، وهيك معلومات كثير حلوه شرفتينا. شكرا.